انا معايا ليه احصائيه مهمه جدا طبعا، ان هو صاحب اول هدف في الدوري ده في الدوري الافريقي، هو دخل التاريخ بتاع النادي الاهلي. ليه؟ لان كل بطوله في لاعب سجل فيها اول هدف. لو استعرضناها حتى هتلاقي رضا سليم في الدوري الافريقي قدامنا اهي، بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري اللي هي بالمسمى القديم، الكابتن محمود الخطيب كان سجل الجون سنه 76 قدام مولوديه الجزائر. السوبر الافريقي كابتن خالد، ده لما خرجنا من الدور من اول دور، كابتن خالد بيبو في قدام كايزر تشيفز في السوبر الافريقي في 2002. الكاس الافرو اسيويه والدوري الابطال افريقيا بالمسمى الجديد كابتن حسام حسن هو اول من سجل هدف للنادي الاهلي في البطوله دي. جيلبرتو اول من سجل هدف للنادي الاهلي في كاس الاتحاد الافريقي. كابتن طاهر ابو زيد اول، جيلبرتو سجله في النصر الليبي سنه 2003. كابتن طاهر ابو زيد اول من سجل هدف للنادي الاهلي في كاس الكؤوس الافريقيه قدام جمعيه الحليب المغربي سنه 84. كابتن محمد ابو تريكه اول من سجل هدف للنادي الاهلي في الكونفدراليه بالمسمى الجديد كانت سنه 2009 قدام سانتوس الانجولي. فكده رضا سليم دخل التاريخ معاهم. رضا سليم دخل التاريخ معاهم واصبح اول من سجل هدف للنادي الاهلي في بطوله الدوري الافريقي. هي احصائيه ممتازه، وعايز اقول لك ان رضا سليم واضح ان هو بادئ مع النادي الاهلي في البطولات، يعني هو اول من سجل للنادي الاهلي في الدوري امام المصري واحد في اول الهدف، وهو برضو اول من سجل للنادي الاهلي في السوبر الافريقي. وبتقول هيجيب جولين، انا اتمنى طبعا، انا مش هرانك في قصه ان هو يجيب جولين، لكن هو الشحات اللي هيسجل الجولين، فتبعت انت تكون الشحات هو اللي سجل الجولين.